أهلا بكم من جديد. تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشكوى إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضد رئيس الزمالك، وذلك بعد تقدمه أيضا بشكوى رسمية مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. طلب الخطيب في الشكاوى بتفعيل القانون ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك بعد الفيديو المتداول للأخير على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن عبارات قاسية في حق كل المصريين، فيما نشر رئيس الزمالك بيانا آخر وأجرى مداخلة هاتفية مع قناة النادي أنكر فيها علاقته بالفيديو، متهما أطرافا داخلية وخارجية بفبركة الفيديو لإحداث فتنة بين جماهير الأهلي والزمالك. رئيس الزمالك عرض مستمر، مرتضى منصور عرض مستمر، مش عارفين يعني الموضوع ده يخلص امتى. خلونا نرحب من الدوحه بالاستاذ محمد الجزار الصحفي الرياضي، وايضا سيكون معنا عبر الهاتف من القاهره الاستاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كوره. خلينا نبدا معاك استاذ هيثم، الفيلم ده هيخلص امتى؟ ده كيف اهلا بيك. لا هو الفيلم مش هيخلص، ما الفيلم ده احنا خلاص بقى خدنا عليه تعودنا المفروض، يعني حتى انا كنت لسه كاتب هو احنا بنقلق ليه او بنتخض ليه؟ احنا بقى لنا اكثر من كام سنه، 10 سنين تقريبا في الفيلم ده، ومفيش حاجه جديده بتحصل، فاحنا واحنا مش عارفين ايه الاسباب اللي مفيش حاجه معينه بتحصل، فبالتالي خلاص بقى اتعودنا. لكن القضيه بقت قضيه اصعب بكتير من ان مسؤول بيخرج عن الاطار او بيخرج عن المعقول او بيخرج عن الاجواء الرياضيه اللي المفروض تكون موجوده في الساحه الرياضيه المصريه، الى ان بقى في ارضيه واسعه جدا لجماهير بتمشي ورا الكلام اللي بيقوله، وبالتالي ده ممكن ياخدنا في حتت احنا في غنى عنها جدا ومش عايزين نخش من الحتت دي تاني في حياتنا. لكن الوضع اصبح خطير، يعني ساعه لما قال ان هو هيحتفل باحتفاليه نادي القرن فوجئنا ان في جماهير والمفروض انها مثقفه وعلى قدر كبير من الوعي بدات تدافع عن هذه الحمله وتدافع على هذا الاتجاه، وبدا الجميع كله يعيش في المظلوميه التاريخيه لنادي الزمالك المضطهد من الجميع، لحد ما الموضوع ده يعني خلاص بقى في كيان البعض الزملكاويه ان هو راجل مقهور طول عمره، طالع مقهور كل الناس بتساعد النادي الاهلي وبتساعد كل المنافسين وبتقف ضده، وعلى فكره ده بيؤثر على المجتمع تاثير خطير للغايه، وده اللي انا بقالي اكثر من 5 سنين بتكلم فيه، ان الموضوع لم يتوقف عن المستطيل الاخضر. وشفنا اصل الناس في فترات كانت بتاخد الموضوع انه تسليه بقى، ويطلع يقول يعمل الشو خلاص والدنيا تنتهي، لكن في تطورات في الفتره الاخيره بتقول لا، في قطاع من الجماهير ممكن يمشي ورا الكلام ده، في قطاع اخر ممكن يبقى على الناحيه الثانيه وتبقى النتيجه لا يحمد عقباها زي ما بنقول. بالظبط، خاصه ان احنا قدام حاجتين متضادين تماما، ان في حد له اسلوب السب والقصف والاهانه والتعامل بشكل غير قانوني بالمره وبشكل غير محترم بالمره، في مقابل كيان بيلتزم تماما بالتصريحات المسؤوله والاتجاه الى الجهات المسؤوله عن التوجه عن محاسبه هذا الموضوع. فلما الشباب بيلاقوا ان الاتجاهات دي كلها وهذا الاحترام لا يقابل باجراءات تجاهي هذا الموضوع، هيبقى عندهم نظره سلبيه جدا على المجتمع ككل. هي دي الخطوره، الموضوع مش كوره ومش مرتضى منصور، الموضوع موضوع ان احنا بنحط علامات لاجيال هي اصلا عندها مشكله مع الانتماء ومع حاجات كتير جدا في الدوله، بنحط لهم حاجات تؤكد لهم انه يا جماعه قليل الادب موجود، الراجل اللي بيكذب موجود ومش موجود بس وبينجو كل مره، ودي مش اول مره للنادي الاهلي، لانه فتره كان الاهلي فضل فتره طويله جدا بيتجاهل تماما
والفترة الأخيرة من كام شهر بدأ يقدم بلاغات كثيفة للنائب العام ويلجأ لكل جهات الدولة. طيب خلينا نشرك معنا في الحوار محمد الجزار. بس محمد، الأهلي زي ما قلنا بدأ ياخد خطوة لقدام، بدأ كل حاجة بيعلق عليها بيروح يلجأ للقنوات الرسمية، يروح يطلب رفع حصانة، يروح للنائب العام، لكن حتى الآن لم يتغير شيء. الرسالة السلبية لده إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تامر تحياتي ليك وتحياتنا لزميلنا هيثم نبيل. خلينا نقول يمكن مشكلة الأهلي ومرتضى منصور وليست مشكلة الأهلي والزمالك، بيلخصها من وجهة نظري كان تصريحات مؤخرا للمستشار القانوني أو مدير الشؤون القانونية في نادي الزمالك اللي تم استبعاده من مرتضى منصور، لما قال إن الأزمة ليست أزمة أهلي وزمالك ولكن هي أزمة مرتضى منصور والأهلي أو الأهلي ومرتضى منصور. فبالتالي أعتقد إن الأزمات اللي موجودة كلها مرتضى منصور أشرك نادي الزمالك فيها مع النادي الأهلي، رغم إن الأزمة أو القصة كلها ما بينه وبين النادي الأهلي أو بينه وبين كابتن محمود الخطيب. فأعتقد إن لو هنتكلم برضو من الناحية القضائية ونقول المحاكم لما يكون في قضية أو في أزمة موجودة، أنت في مدعي وفي مدعى عليه، لما بتقدم أوراق لازم يكون في مسببات للادعاء أو إيه أنت الشيء اللي بتتظلم منه وبتنتظر رد أو قرار او حكم لتتبين ان انت الخصومه اللي انت بتدعيها على المدعي الطرف الاخر هل هي عن وجه حق او ان انت بتظلمه. لكن للاسف اللي حاصل يا تامر، منذ ان بدا النادي الاهلي في الرد كان في السابق الموضوع يتم التعامل معاه بتجاهل تام ولا رد، لان الكل يعرف مرتضى منصور وتصريحاته الرنانه وكلامه دايما اللي فيه شطحات كبيره جدا. لكن الحقيقه النادي الاهلي بدا منذ يناير العام الماضي، يناير 2019 ثم اكتوبر 2019 في نفس العام، وحتى بدات البلاغات او بدات الشكاوي تزيد في شهر يونيو من العام الجاري 2020. يمكن لو وقفنا بالذات عند اكتوبر 2019 النادي الاهلي تامر خاطب 10 جهات دفعه واحده، بدايه من رئيس الجمهوريه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرئيس مجلس الشعب الدكتور علي عبد العال، اللجنه الاولمبيه، لحد وزاره الداخليه، اتحاد الكوره، لم يترك الاهلي بابا الا وطرقه. لكن للاسف كل الشكاوي، وهنا تكمن المشكلة، كل الشكاوي يتم وضعها في أدراج المكاتب بحجة الحصانة البرلمانية. ومن هنا ومن هذا المنبر أتمنى ونوجه الدعوة مثلما وجهها الكثير ليس من الأهلوية ولكن الكثيرين من المحبين لهذا البلد، من أجل القيم، من أجل القيم، من أجل الأخلاق، من أجل الشباب، من أجل البيوت والصورة الجميلة التي نحاول أن نرسمها في بيوتنا لأطفالنا ولأهالينا بالألفاظ الحسنة. وإن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن نسمع الألفاظ دي أصبحت كده تامر كأنها شيء عادي خالص على مرأى السمع والبصر، ولا يوجد أي رد ولا يوجد أي وقفة. هنا تكمن المشكلة، أن الشكاوي كلها تدخل في أدراج المكاتب بحجة الحصانة البرلمانية. وأعتقد أن المشكلة لن تحل ولن تنتهي إلا إذا تم إيقاف مرتضى منصور عند حده، ولو مثلا أقصى أضعف الإيمان انه يا اخي ما يخرجش لوسائل الاعلام او ولا يطلع حتى في قناه الزمالك ولا يصرح، ويتم منعه من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. حاجه بسيطه هي، مش هقول لك لو القانون ما يسمحش برفع الحصانه البرلمانيه او لازم تعديلات في القوانين، لا، ابسط حاجه يتمنع من الظهور الاعلامي. وده حصل فتره، ولما حصل الزمالك اول حد استفاد من ده، بدا الزمالك نتائجه تتحسن، بدا تتحقق البطولات. غير ده انت يعني انت ما فتش المنافس بتاعك، ما استفادش منك على قد ما الناديك هو اللي استفاد ان انت التزمت الصمت. فلازم وقفه. طيب احنا كنا بنتكلم على الرسائل، وخلينا نرجع مره ثانيه لهيثم نبيل، لانه في وقع بتقول لنا انه لو ما خدش حقك بالقانون هتفتح بوابه، او انت كدوله لو ما اديتش لكل واحد حقه بالقانون هتفتح بوابه ان كل واحد بقى ياخد حقه بايده. شفنا اللي عملته قناه الاهلي مثلا الشهر اللي فات لما عملت عدد من البرامج في رد، جابوا حد تابع مرتضى منصور او كان شغال معاه. يعني هنروح لفين؟ ما هو انت لو كنادي اهلي او كحد متضرر ما خدش حقك بالقانون هاخد حقي بطرق تانية. ما انا عندي برضو اعلام والله، وعندي جرايد وعندي قناه، ما انا ممكن اعمل ده، بس هنوصل لفين في الاخر؟ بص يا تامر، انا وجهه نظري لا تتغير في هذا الموضوع. انا شايف ومؤمن تماما ان احنا
اتزج باسم رئيس الجمهوريه او رئيس الحكومه في هذا الامر هو عبث وشيء غير موجود على مستوى العالم. احنا دوله مؤسسات ومعروف عننا ان احنا دوله مؤسسات، وبالتالي كل المؤسسات التي تتعامل مع هذا الشخص عليها هي ان تقف الوقفه المطلوبه. يعني مين المؤسسه اللي دورها تعمل ده بقى يا هيثم؟ اولا اتحاد اللعبه اللي هو بينتمي فيها، اللي يعني اللي هي فيها مشاكل كتير، اللي هو اتحاد الكوره. ثانيا اللجنه الاولمبيه. ثالثا الوزاره، وزاره الشباب والرياضه. رابعا وهو الاهم والاخطر والاكثر صعوبه، مع انه هو الحاجه الوحيده اللي المفروض يمشي من خلالها طالما احنا بنتكلم كدوله مؤسسات، الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. صعبه شويه يكون بس لما تيجي بقى نتكلم عليها واقعيا، هي هذه الجمعيه العموميه هي اللي في ايديها الحل الوحيد. احنا هل احنا كناس بالتابع هنخاف على قيمه وسمعه واسم نادي الزمالك اكثر من كل المنتمين لنادي الزمالك؟ ما هو دي كارثه ثانيه. لما بنشوف قامات كبيره جدا منتميه لنادي الزمالك وتسالم وتؤيد وتهتف لهذا العبث، احنا قدام معضله كبيره جدا. يعني احنا قدام معضله كبيره. فلما نيجي نلاقي كل هؤلاء بيساندوا هذا الرجل وهذا الاتجاه، لما نيجي نقول للدوله تعالي تدخلي، هتقول يا فندم انا مش راجل همسك خرزانه واجي اضرب. ما هو عاجب الجمهور وعاجب الرموز بتوع النادي بالظبط. انا هعمل لك ايه؟ انا ايه دخلي في الموضوع؟ فبالتالي المؤسسات المنوط بيها التدخل في هذا الامر يجب ان تتدخل. وتتدخل ازاي؟ تتدخل قانونيا. يعني ما تعملش بقى الحركات اللي احنا عارفينها دي، واللي هو مش عارف هنمنعه ان هو يروح الملعب، مش هنمنعه ان هو مش عارف ايه، هيطلع يتكلم على الفيسبوك، طب هنقفل له الفيسبوك، طب هيطلع يتكلم على القناه بتاعته، طب مش هو مش هيتكلم، هيطلع اولاده، فمش هنخلص، هنقعد بقى فيلم بقى القط والفار. فلازم تطلع قوانين واضحه وصريحه. رئيس النادي، اي نادي، هو رئيس نادي. عمرك شفت رئيس نادي مثلا زي برشلونه او ريال مدريد او طلع في القناه بتاعته اتكلم عن اي حاجه؟ يا ماشي، ده ممكن يطلع كدا مره كده يحتفل بحاجه، لكن يطلع ساعه يوميا في مداخله؟ ما فيش الكلام ده. لو طلع وحتى بيطلع بيكلموك زي مثلا زي ما يكون عندنا في مجلس الشعب مثلا استجواب. انت موظف هنا. انت عملت ايه في فريق الكوره؟ ايه الصفقات؟ ايه البتاع ده اللي بتتكلم فيه؟ ما تخشش بقى في النادي المنافس بالزبط. وتقول ده عمل وده عمل بالزبط. وده عندي سيديهات وده دي المشكلة. فالوضع لازم كل مسؤول يتعامل في هذه المنطقة يجب أن يقوم بدوره. ما ينفع، عيب إن أنا أقعد أقول أصل الحكومة أصل الرئيس، عيب. الرئيس هيعمل لك إيه؟ الرئيس هينزل يتكلم مع حد بيشتم في ناس وناس بتشتم في بعض؟ أنا مالي؟ ثم أنت عندك الجمعية العمومية بتاعتك، ما تشوفوا أنتوا، هو أنتوا راضيين بس عن ما احنا عارفين يا هيثم برضو ان الجامعات العموميه مش مشجعين كوره، ممكن يعني معظمهم يهمهم الكورس اللي بيشوفوه في النادي والخدمات اللي بيشوفوها في النادي، فما دام ده بالنسبه لهم تمام فتمام، هو موجود. الفكره بقى انه ما دام موجود فين القواعد المنظمه؟ تحط له اطار بالظبط كده، تحط له اطار يطلع اتحاد كوره ولا اللي هو المنظمات دي، يعني اتحاد كوره، اتحاد كوره السله، لان هو موجود طبعا، هيطلع لنا في الجد، هيطلع لنا في التعامل، هيطلع لنا في اي حته ان شاء الله، لو في بيلي مسافات طويله هيطلع. فهو الاتحادات دي يجب ان تضع قوانين صارمه جدا جدا على كل الانديه وعلى كل المسؤولين. الراجل اللي هيطلع يقول اي تصريح، مش هقول لك بقى تصريح مسيء، لا، اي تصريح باي شكل هيعاقب. هيعاقب بايه؟ بواحد اثنين ثلاثه. ليه؟ هو كده اسلوبنا كده، هي احنا عايزين كده. شكرا جزيلا. لكن غير كده هنفضل بنلف في الدايره دي ومش هنخلص. اشكرك شكرا جزيلا هيثم نبيل مدير موقع يلا كوره. اروح لك مره ثانيه محمد الجزار. يعني ما فيش، يعني احنا بنسمع كلام كتير، كلام انه النهارده لما تقدم بلاغ من محمود الخطيب راح هو قدم بلاغ فورا ضد محمود ابو الخطيب وضد ابو سنيده وضد شخصيات اصلا مش موجوده غير على تليفونه هو بس.
ودخل في الدوامه القانونيه. والفكره هنا انك دايما بتلعبه بقواعده هو وفي ملعبه هو. وكان هيثم بيتكلم في انه الدوله هتعمل ايه، بس برضه ما هي قناه نادي الزمالك اللي بتديرها شركه تابعه للدوله، فبالتالي اي تجاوز عليها بينسب للدوله. مجلس النواب ده مؤسسه من مؤسسات الدوله، فلما يروح لك 100 طلب رفع حصانه وما تعملوش فبرضه بينسب للدوله. لا طبعا تامر، الدوله تعمل وتعمل كتير، لان كمان انت قلت نقطه مهمه جدا عجبتني الحقيقه. مش كل اعضاء الجمعيه العموميه فعلا جماهير كوره او مشجعين كوره او ناس عارفه اللعبه ماشيه ازاي او الامور ماشيه ازاي. لا بالعكس، في ناس وفي ناس كمان يا تامر الاخطر من كده، ناس بتتاثر كمان من اللي بتشوفه على الشاشه، لدرجه ان بعض الزملكاويه دلوقتي يقول لك لا ده مرتضى منصور هو اسد الزمالك، هو اللي رجع حق الزمالك، هو اللي خلى للزمالك صوت. وبعض الناس كمان الاعلاميين يقول لك لا ده دلوقتي الزمالك لما بيدخل في صفقات مع النادي الاهلي الزمالك بيخطف صفقات من النادي الاهلي والسبب مرتضى منصور. لا يا جماعه، لا، الزمالك اسم كبير، والزمالك بتاريخه وبرموزه اسم كبير جدا وليه مكانته وليه هيبته، وحتى رموز الزمالك لم يسلموا من الاهانات ومن الشتائم ومن السباب. فالدوله، لا الدوله لازم تعمل، والدوله لازم يكون ليها وقفه. حتى رئيس الجمهوريه نفسه صرح قبل كده لن يكون هناك احد خارج عن القانون، يبقى انا لازم هو الصح الاهلي بيعامله او بيتبع الطرق القانونيه وده الصح. لان ببساطه يا تامر، سوري في اللفظ، قله الادب سهله جدا ان انت ممكن تطلع وتعمل بقى تعملها شد وجذب ورد انا لو سمحت واساليب اساليب اساليب شوارع. او لو وصلت انطباع انه الصوت العالي هو اللي بيكسب وقله الادب هي اللي بتكسب، ما طب ماشي، هو الزمالك عنده قناه والاهلي ما عندوش، ما عنده، هو الزمالك عنده جمهور والاهلي ما عندوش، هو الزمالك عنده جريده والاهلي ما عندوش. عشان كده انت ما تلومش الاهلي، هتفتح فتحه صعبه جدا انك تسيطر عليها وتؤدي الفتنه في النهايه. طبعا انت ما تجيش تقول لي بقى تامر لا الاهلي بيتبع الخطوات القانونيه، طب وما فيش حل وما فيش امل. لا في حل وفي امل، ولازم هنفضل ننادي وهنفضل نطلب ونقول يا رئيس مجلس الشعب، يا رئيس مجلس النواب، يا دوله، يا رئيس الجمهوريه كمان، انقذونا من هذا العبث. لا يصح ان يكون في مصر او نسمع هذه الالفاظ او نشاهد هذه المشاهد يوميا. ويعني اوكي انت هتقول لي في قناه يوتيوب وفي صفحه فيسبوك، اوكي هي هو ده اطارها وهو ده محلها، لكن مش تيجي تقول لي قناه رسميه، قناه نادي يبقى عليها لا. وخد بالك انه حتى القنوات، معلش، المستشار محمد عثمان لما كان المستشار القانوني، انه حتى لما لو طلع على القنوات، انت عندك قانون بيقول انه اي حد يزيد عدد الفولورز عنده عن 5000 فهو وسيله اعلاميه، ويكون من حق المجلس الاعلى للاعلام انه يتعامل معاه. فلو على الحلول، الحقيقه انه في حلول كتير، لكن المهم الاراده، هل انت عايز تعمل ده ولا لا؟ فعلا، هل احنا عايزين نوقف العبث ده عند حد معين وعايزين ننهي المشهد السخيف ده؟ ده مشهد سخيف ومشهد غير مقبول الحقيقه، وما اعتقدش ان في حد يقبل على الاطلاق. حتى وخلينا نخرج من اطار ان الفيديو، خلاص خلينا نتفق ان الراجل نفى وقال فعلا ان هو ما قالش الكلام ده، وخلينا نصدق ان ده غير صحيح وانه ما قالش الالفاظ دي، لكن هل هيستمر الامر ده ونسمع الكلام ده تاني؟ وهل هيتكرر نفس الكلام لما بنسمع؟ اصل المشكله ان الموضوع مش جديد. وعايز برجع لك لنقطه يا هيثم، يا تامر عفوا، لما المستشار محمد عثمان كان المستشار القانوني للنادي الاهلي وحب يطلع ويرد على مرتضى منصور، النادي الاهلي رفض ان كان يطلع بلسان النادي الاهلي او كممثل عن النادي الاهلي ويتكلم ويقول الكلام اللي اتقال، واللي جزء كبير جدا بالنسبه لي انا شخصيا غير مقبول ان احنا نسمع الالفاظ دي، لكن قدم استقالته والنادي الاهلي قبل الاستقاله دي. كان من السهل جدا النادي الاهلي يسيب ويطلع الراجل يتكلم، وزي ما هو بيتكلم الاهلي يرد كمان الأهلي بنفس كمان الطريقه، ويتحول الموضوع كانه حرب شوارع. طبعا، لا الحقيقه الاهلي زي ما قلت لك من يناير 2019 النادي الاهلي التزم الاجراءات القانونيه، الاهلي التزم، الكل خبط على كل الابواب. نتمنى هذه الشكاوي او هذه المطالبات تلقى اذن صاغيه. النهارده لما تشوف رساله من السيده المحترمه رئيسه حرم الكابتن محمود الخطيب بتقول من ينقذنا ومن يعيد الينا حقوقنا،
الحقيقه كان رساله مؤثره جدا، تقول لك قد ايه الموضوع دلوقتي مش اصبح كره بس، الموضوع دخل البيوت يا جماعه، فلازم لازم وقفه افيقوا. احنا دلوقتي الكلام ده بيأثر على الاجيال، الكلام ده في ناس بتتاثر بيه وبيصبح بالنسبه لها خلاص الموضوع بقى شيء عادي، وهو ده اللي موجود وده الطبيعي اللي موجود. لا، احنا لازلنا مجتمع عنده قيم ومجتمع عنده اخلاق وبلد بتتقدم للامام، عايزينها تتقدم في كل حاجه، مش في الكره بس ولا في الرياضه بس، لا في كل المجالات. ويتامر الاخلاق هي الاساس، الامم الاخلاق وما بقي. شكرا جزيلا محمد الجزار الصحفي والناقد الرياضي على هذه المداخله، اشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه. انتهت حلقه اليوم بتوقيت مصر، غدا حلقه جديده، دمتم بخير.